السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا الجديده حصريه على قناتنا بتاريخ 14 يونيو يا برج الثور. دي قراءه مهمه جدا ليك وفيها كلام كتير جدا يهمك. اهم حاجه التركيز في الفيديو بتاعك يا برج الثور، لان باذن الله هتكون طاقته مفتوحه وعامه. النهاردة الثلاث يا برج الثور، هنشوف مع بعض ايه الاخبار عندك وايه الطاقة بتاعتك وايه الدنيا اللي ماشية اليومين دول، او ايه المواضيع اللي انت عايز تعرفها تكتشفها زي ما هيظهر قدامنا. هنفسر مع بعض، بس تنزل باللايك الحلو وبالتعليق الجميل اللي بتصلي بيه على الحبيب، وتقول لي القراءة عجبتك ولا لا. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. اول حاجه، انتوا الفتره دي عايزين تمشوا، عايزين تطلعوا من المكان اللي انتوا فيه، لان انتوا حاسين ان المكان اللي انتوا فيه ده مليان بالطاقه الايجابيه، مليان ان هو تعبكم نفسيا، فعشان كده انتوا حرفيا عايزين تطلعوا من المكان ده، شايلين هم كبير، والهم الكبير ده عايزين تطلعوا منه باي طريقه. عندك بعض المشاكل اللي عايزه تتخلصي منها، هم كبير، الله اعلم باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى هيكون عندكم خير حلو جدا وتفاؤل بفضل ربنا. في طريق خير، والطريق الخير ده وراه راجل هيساعدكم وهيقف معاكم وهيزود معاكم ان انتوا تشتغلوا تعافروا تطلعوا من الطريق السلبي اللي انتوا فيه، لان انتوا فيه اكتر من حاجه مفتوحه قدامكم. انتوا دايما متألقين، دايما واثقين في نفسكم، لكن معرضين دايما للخيانه، للظلم، دايما بيتلاقوا حتى الاصدقاء بتاعتكم بتلاقوهم غدارين، خاينين، طمعانين فيكم، مش حابين لكم الخير، في بعض المشاكل. عشان كده انتوا قررتوا ان انتوا تطلعوا من اي حاجه تعباكم نفسيا. عندكم راحه نفسيه حلوه جدا، عايزين تاخدوا قرار انتوا الفتره دي، لكن حيرانين، في مساعده من ابراج مائيه هتقف معاكم وهتساعدكم، عندكم حد بيحبكم من ابراج ناريه، الابراج الناريه دي مرتبطه بيكم جدا جدا جدا، عايزه تقف معاكم، عايزه يتكلموا معاكم، عايزه الابراج الناريه بتحبكم، لكن في شد بينكم وما بين بعض. كمان ما بقيتوش تعاتبوا، ما بقيتوش تتكلموا، ما بقيتوش تفعلوا زي ما كنت بتفعلوا، اتغيرتوا 180 درجة، لأن انتوا بتقولوا ما بقيت، يعني احنا كل ما بنكون كويسين مع الناس اللي معانا ما بنلاقيش منهم غير الحاجات، المشاكل، غير وجع القلب، غير الصدمات، غير الخذلان، فعشان كده قررتوا ان انتوا تمشوا، قررتوا ان انتوا تبعدوا وتتخلوا عن الناس السلبية دي. عندكم حد متوفي، حد تعبكم نفسيا، حد الشخص ده توفى بعد عنكم، زعلانين جدا عليه، لكن انتوا في قرارات مهمة بتاخدوها الفترة دي. طيب مين الشخص اللي كان سبب رئيسي في المشاكل اللي انتوا فيها حاليا وبتدفعوا ثمن الغلطات اللي انتوا في حياتكم؟ مين الشخص اللي عايز يساعدكم ولكن انتوا مش عايزين المساعدة دي منه، لان انتوا ممكن تكونوا متأكدين ان الشخص ده مش لطيف، الشخص ده كذاب، الشخص ده بيلعب على الطرفين. في شخص عندكم مرتبط بيكم، انتوا وقفتوا معاه وساعدتوه لكن ما تمرش فيه خالص. انتوا عندكم بشرة، والبشرة دي هتكون خير او كلها طاقة ايجابية او فرج حلو جدا جدا ليكم. عندكم واحدة ست، الست دي ممكن تكون منقبة، محاطة بيكم من الجيران، من الاهل، محاطة بيكم جدا، هي مش حبالكم ابدا الخير ودايما عينها عليكم، لكن عينها مش هتأثر عليكم، لان عندكم فك سحر، خروج اشخاص من حياتكم، طاقة فيها تفاؤل، طاقة جديدة، الله اعلم. في امور باذن الله هتبعدوها عن حياتكم خالص، لان انتوا ماشيين بما يرضي الله الفترة دي، وبتثبتوا رجلكم في اي حاجة، لان حاسين ان مفيش حد يستاهل ابدا اللي انتوا انتوا عملتوا كتير خير، حاسين قد ايه انه مفيش حد يستاهل، وان الاشخاص اللي انتوا بتعملوا معاهم خير دي اكبر غلط انتوا بتعملوه في حياتكم. في شخص، الشخص ده عمال يراقب فيكم على السوشيال ميديا، او بيراقبكم على جميع المواقع،
لكن انتوا هو مش اخد خطوة اتجاهكم، وانتوا مش عارفين تتكلموا تعملوا ايه، مش عارفين تبدأوا معاه ازاي او تفتحوا معاه ازاي، فعشان كده ساكتين الفترة دي ومش عارفين تفعلوا مع الشخص ده ايه، وقررتوا ان انتوا تسكتوا وما تتكلموش معاه لحد ما تشوفوا هيعمل ايه. قلبكم ابيض، ومن كتر قلبكم ابيض بتتعرضوا للخذلان. بلاش الطيبه الزايده، عندكم حد يعني بيعكر مزاجكم، حد بيحب نفسه، حد نرجسي في حياتكم، حد ما بيحبش الخير ابدا لحد. المنفصلين عندكم رجوع، عندكم كلام مع الشريك، عندكم خصوص مع فتحة خير مع الشريك، لان انتم مهمومين جدا الفترة دي، فعشان كده بإذن الله في كلام حلو جدا هيتقال مع الشريك وهتكون الامور فيها طاقة ايجابية. عندكم اطفال من ابراج نارية، اطفال عندكم انتم بالكم مشغول بيها، عايزين تأمنوا مستقبلهم، قلقانين طول الوقت عليهم، ما تقلقوش خالص لان بإذن الله ربنا هيقف معاهم وهيساعدهم. كمان انتوا عندكم تفكير رهيب جدا بخصوص حد اذيكم وعايزين تاخدوا حقكم. طيب برج الدلو، برج الدلو عندكم جلسة معاه او عندكم كلام معاه، عندكم امور هتستقر مع برج الدلو. انتوا حاسين ان العالم كلها جات عليكم، مفيش استقرار خالص في اي حاجة، محرومين من حاجات كتيرة جدا، وعشان كده قررتوا الرحيل. عندكم الحاسة السادسة بتوضح لكم كل الكلام، كل المواضيع، بتفتح لكم كل المواضيع اللي قدامكم، بيبقى في طاقات مختلفة. طيب في واحدة ست من اهل الام عاملة لكم سحر بوقف الحال، عاملة لكم طريق اذى، وبإذن الله بإذن الله مش هتتأذوا ابدا، لان انتوا دايما عندكم انفراجات حلوة على حياتكم، لكن حاليا في طاقة حزن متحكمة فيكم وطاقة كسل. طاقة الحزن وطاقة الكسل دي قلة نوم، وجع في الجسم، مشاكل، وجع في معدة، في حاجة مختلفة عندكم، في تساقط شعر عندكم رهيب الفترة دي بسبب ان انتوا مش مهتمين بصحتكم، مش عارفين توصلوا الغذاء الصح لشعركم او لجسمكم، وعشان كده انتوا حاليا حيرانين في اكتر من قرار. طيب البعض منكم عنده رجوع من غربة، او انت عندك حد هيرجع لك من غربة، او انت هترجع من غربة، عندكم رجوع من غربة بإذن الله، وعندكم امور هتاخد وتدي الفترة دي، رجوع مية مجاريها، طاقات هتتفتح قدامكم، انفراجات حلوة هتكون هتنول اعجابكم. انتوا هتكون الفترة دي في قمة الامتياز وفي قمة الراحة النفسية. البعض منكم اتصدم من ناس، اتصدم من ناس كده ما توقعش ابدا ان الناس دي كانوا يظهر او كانوا يتوقع منهم الاذى والظلم والخذلان ده، وعشان كده خدتوا قرار البعد، خدتوا قرار ان انتوا تمشوا من غير رجعة مع الناس دي. الحال عندكم في توتر، في ذبذبة شوية، في انقلابات شوية، في شوية تأخير شوية، لكن بإذن الله بفضل ربنا، ربنا هيكون كريم جدا ليكم وهيكون عاطفي الفترة دي. طيب مين اللي عندكم عنده قعدة؟ هيبقى في قعدة، هيبقى في صلح، هيبقى في كلام، هيبقى في مواضيع، في حاجات هتتفتح، لان في قعدة الصلح عندكم مفتوحة جدا، وما بينكم ما بين حد هتقعدوا وهتفتحوا مواضيع، وهو هيبقى في عتاب، هيبقى في كلام، هيبقى في اخدان وعطى، وكل واحد هيقول يعني انتوا هتعاتبوا وهو هيتعاتب، المهم ان انتوا هتوصلوا في الاخر لنتيج حل، والطريق اللي مفتوح قدامكم ده ما تزعلوش منه خالص، لان هيكون فتحة خير ليكم. انتوا ناويين تغيروا مكان الفترة دي، انتوا الفترة دي حاسين ان انتوا متربطين، حاسين ان انتوا مش عارفين تعملوا حاجة خالص، لان موجوعين جدا، مخنوقين جدا. طيب في واحدة غيرانة منكم، واللي غيرانة منكم دي ست، هي مش بتأذيكم بس فيها حقد وغل اتجاهكم، غيرانة، لكن انتوا بإذن الله هتنتصروا عليها علشان ربنا كريم عليكم. دايما بتمسكوا دماغكم وبتجيلكم نغزة ودوخة، حاسين كده بوجع مش عارفين تفسروه، بسبب ان الضغوط النفسية اللي عليكم، امور متلخبطة،
مش عارفين تناموا، مش عارفين تعملوا حاجة صح في حياتكم، حاسين بانقلابات، حاسين في أمور منعكسة، أمور كده مختلفة، في شوية عراقيل موجودة قدامكم. الفترة دي حرفيا الخانقة اللي عندكم انتوا هتطلعوا منها بإسم الله ما شاء الله عليكم. انتوا بتحبوا حد، والحد اللي بتحبوه ده مختلف جنسيا، مختلف شكليا، في اختلاف بينكم، لكن انتوا بتحبوه جدا وعايزين تتجمعوا معاه الله اعلم. او في حد انتوا بتحبوه والاهل بيرفضوا على طول، مش قادرين تتكلموا عن الشخص اللي انتوا بتحبوه بسبب الضغوط اللي انتوا فيها. البعض منكم عنده امور هتتراجع، امور هيتخلص منها، امور هتكون طاقة جديدة، طاقة حلوة. بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم دموع هتنزل، ودي هتكون دموع فرح، لان هتتبدل عندكم الاضواء، لان انتوا حاليا مهمومين جدا، والبعض منكم حاليا مفيش راحة خالص. بداية جديدة، البداية الجديدة دي هتكون انفراجات، هتكون حياة جديدة على معظم الأوقات بتاعتكم. ربنا كريم جدا عليكم، في طريق سفر، في انطلاقة، في خير حلو قوي، أو في موضوع هيتفتح قدامكم، فأنتوا هتتكلموا والشريك هيتكلم، هتقولوا كلام، هتفعلوا حاجات جديدة الله وأعلم. خلال كام شهر الفترة اللي جاية هتبدأ الدنيا تتظبط تدريجي معاكم، هتبدأ الدنيا تاخد وتدي، هتبدأ الدنيا تتحسن واحدة واحدة. طيب في منافسة في شغلكم، في كلام في الشغل عندكم، في مواضيع عندكم في الشغل، في تحدي عندكم في الشغل، الله أعلم. انتوا داخلين بقلبكم الجامد في شغلكم، ومش مهتمين جدا، مش مهتمين خالص بأي حد، لأني بتقول الناس اللي أذتكم دي حسبنا الله ونعم الوكيل. انتم مقدمين في شغل والشغل ده ليه سلطة، او حاسين ان الشغل ده هيزود لكم الدخل بعد كده، ومستنيين مكالمة. انتم تعبانين جدا، عايزين تحسنوا الدخل بتاعكم، مسؤوليتكم بتزيد. ان شاء الله بإذن الله خلال فترة معينة في حق هيرجع لكم. طيب انتم اتصدمتوا من حد، والحد ده صدمكم يعني حول حياتكم للأسوأ بسبب صدمة. الشخص ده ما كانش كويس، وانتوا كنتم مأملين له، كنتوا بتحبوه، وكنتوا بتفضلوه عن نفسكم، وده أكبر غلط عملتوه في حياتكم. في حد انتوا عايزين تقولوا له احنا بنحبك، احنا ما نقدرش نعيش من غيركم، او احنا ما نقدرش نشوف حياتنا من غيركم. انتوا ما فيش استقرار اليومين دول، بقالكم كام يوم، الوجع عندكم مقصر، لان في كوكب هيكتمل عندكم، والكوكب اللي هيكتمل عندكم ده باذن الله هيكون فتحة خير. انتوا مش حاسين بالامان مع الشريك، او مع اهل الشريك، او في ارض بيتكم. في حد اكل حقكم، اكل حقكم في مال، ضحك عليكم، بيستغلكم طول الوقت، في مكالمات تليفون على سلف، في امور مختلفة عندكم، لازم تهدوا وتهدوا اعصابكم. طيب انتوا البعض منكم عايش في بيت عيلة، البعض منكم دايما بيشتكي ومفيش حد بيسمع له، دايما بيتكلم مفيش حد مهتم لامره. انتوا اتصدمتوا كتير واتخزلتوا كتير جدا. حرف الميم وحرف الالف وحرف النون وحرف الحاء، الحروف دول دي جاي منها خير، او جاي منها حب، لاما ارتباط لاما شغل، في خير جاي من الحروف دي. ولو انتوا عندكم الحروف دي انا اقدر اقول لكم ان هي جاي من وراها خير. فانتوا لو عندكم الحروف دي من اذى، يبقى مش هم الناس دول، الحروف دي هيجي لكم من وراها خير بس، او هيبقى فيه مساعدة، لان انتوا دفعتوا الثمن الفترة دي جدا في كل حاجة في حياتكم. انتوا عندكم رقم 3 ورقم 2، دول ممكن يكونوا اطفال في حياتكم، طول الوقت عمالين تفكروا بخصوص الاطفال دول،
عليكم عيون مقصرة في أرض بيتكم بسبب الحسد الشديد، لكن الفرحة اللي عندكم هتملي البيت ورود، هتملى البيت فرح وسعادة بإذن الله، لأن ربنا هيحميكم من الناس اللي عمالة تأذي فيكم وتعباكم بمعنى أصح في كل حاجة في حياتكم. طيب، في علامة في جسمكم، العلامة دي ليها تأثير سلبي عليكم أو ليها صدمة مؤثرة عليكم. أنتوا مستنيين حاجة أو مستنيين عرض، مستنيين مكالمة، الله أعلم. عندكم طريق تعبكم، أو أنتوا مستحملين حاجات محدش يستحملها، وده أكبر غلط. إن أنتوا بتيجي على طاقتكم، بتيجي على نفسكم من أجل الآخرين. اهدوا، لازم تهدوا أعصابكم. عندكم تفاؤل حلو جدا. انتوا بتحبوا حد من ابراج مائية، ابراج او ابراج هوائية، ابراج هوائية، ابراج مائية، بتحبوا حد منهم، وفي مشاكل ما بين العيلة، لسه ما فيش الاوكي التوفيق الكويس، لسه في امور فيها عراقيل، لسه امور فيها لخبطة، لكن باذن الله اموركم الفترة دي هتتحسن، لان الظروف عندكم صعبة اليومين دول، وحاسين بالضعف في اكتر من حاجة، واكتر حاجة حاسين فيها وجع القلب. انتوا حاسين الفترة دي انه في شوية عراقيل، شوية العراقيل دي ملخبطة حياتكم بالكامل، لكن باذن الله ربنا هيكون كريم عليكم. تفاؤل حلو جدا جدا ليكم. حاجة هتحصل خلال الايام اللي جاية دي، هيبقى في انطلاقات جديدة. في ام عندكم تعبانة، او ست كبيرة عندكم تعبانة، الست اللي تعبانة دي هي بتحبكم جدا، لكن هي عندها اكتر من وجع، عندها اكتر، عندها القولون، عندها الغدة، عندها مشاكل في الرجلين، عندها شوية مشاكل في الصحة، وباذن الله تتحسن واحدة واحدة. انتوا قلقانين عليها جدا، او انتوا بتحبوها جدا وخايفين يجرى لها اي حاجة، باذن الله ربنا هيوفقها وهيشفيها من عنده. طيب، انتوا عندكم حد مسيطر عليكم قوي، وانتوا ساكتين، لان انتوا عارفين وقت ما هتتكلموا الدنيا هتتقلب. انتوا بذلتوا او عملتوا مجهود الفترة دي في اكتر من حاجة، اتكلمتوا في اكتر من حاجة، حصل عندكم امور مختلفة الفترة دي، فعشان كده عايزين تاخدوا قرار حاسم لحياتكم. انتوا كبرتوا ناس على عليكم انتوا، وعليتوا من ناس عليكم انتوا، في الاخر انتوا اللي تعبتوا. حصل عندكم بلوكات الفترة دي مع ناس، والبلوكات دي انتوا قررتوا ان، يعني بعد ما حصل بلوكات قررتوا ان انتوا تشتغلوا الفترة دي على نفسكم. انتوا خدتوا قرار بالرحيل، خدتوا قرار ان انتوا تمشوا، تختفوا، تبعدوا. البعض منكم حرفيا مستني يعيش حياته، مستني الاستقرار، مستني الفرح، لان في شد وجذر ما بينكم. انتوا مستنيين ورث، مستنيين طريق جديد، منتظرين امور جديدة تحصل لكم. انتوا ممكن تكون الفترة دي في شوية تهور، في شوية عصبية، في شوية طاقات مؤثرة عليكم، وعشان كده عايزين تمشوا. انتوا عندكم حتة ارض عايزين تبنوها، داخلين على جواز استقرار، في حاجة تخص بنا او تخص شقة، في كلام على سكن، حرفيا في كلام على سكن الفترة دي. مين الشخص اللي نجمان عليكم من ابراج نارية، نجمان قوي عليكم ونفسه يرجع لكم، او انتوا نفسكم تعرفوا عنه حاجة، في حد انتوا كان لكم علاقة بيه، اذا كان صداقة او صحوبي، زي ما تكون هيبقى فيه مناسبة حلوة بخصوصه،
اي نعم انت المناسبه دي هتوجعك، هتوجعكم شويه، لكن هتقولوا ده نصيبه، محدش بياخد اكتر من نصيبه، وقدر الله ما شاء فعل. انتوا منتظرين رجوع فلوس ليكم، منتظرين في الكلام بخصوص مال حرفيا. في واحده ست دايما بتشجعكم على الغلط، ابعدوا عنها. انتوا بتحبوش تعملوا حاجه غلط، بس في زن، زن عليكم. البعض منكم هيغير شغله او هيغير مكان العمل بتاعه، مكان الطريق بتاعه، هيمسك شغل جديد، في تغيير. انتوا اصلا ما بتحبوش الروتين، بتحبوا التجديد بشكل كبير جدا او بشكل مختلف. فباذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى هيكون في انتصارات حلوه وتجديدات حلوه جدا. انتم مقدمين على قرض، مقدمين على على فلوس، وان شاء الله باذن الله هيكون امضة خير الفتره اللي جايه، لان الامضة دي هتكون فتحه جديده ليكم وطريق جديد. انتوا تعبانين عايزين تاخدوا اجازه من شغل، من الحياه، انتوا حاليا حابين العزله جدا، حابين ان انتوا تقعدوا لوحدكم. فانتوا هتصفوا حساباتكم مع برج الكوس وبرج الدلو، هتصفوا حساباتكم مع كل الناس اللي في حياتكم، بس الابراج الناريه ليهم سيطره عليكم، ليهم طاقات هتتفتح بينكم وبين بعض، وهتقولوا كلام بينكم الفتره دي. في حد انتوا حرفيا قريب منكم، الحد اللي قريب منكم ده بيأذي فيكم. انتوا فقدت حد عزيز عليكم، فقدتوا حد مش لطيف معاكم، الله اعلم، فقدتوا اصدقاء اكتشفتم بخيانه من وراهم. انتوا دايما بتكتشفوا الحاجه بس متاخر، لان لما بتدخلوا في علاقه، بتدخلوا في صحوبيه، زي ما بتدخلوا بقلبكم، بطيبه قلبكم، بحنيتكم، وفي الاخر بتكتشفوا واحده واحده الخيانه والخزن، وبتكتشفوا الضغوط النفسيه اللي عندكم. انتوا في حد قرفكم، حد بيتحكم فيكم، وانتوا مش حابين الموضوع كده، او مش حابين ان انتوا تدخلوا معاه في جدال، لاني عارفين وقت ما هتدخلوا في جدال انتوا هتخسروا الشخص التاني خالص، لان انتوا لما بتيجي تتكلموا او بتعملوا حاجة جديدة بتبقوا يعني مختلفين. وحرفيا الفترة دي بتتعاملوا مع اللي قدامكم بحذر، بتتعاملوا مع اللي قدامكم باسلوب مختلف، يعني ممكن تكونوا مش حاسين بالامان وانتوا بتتعاملوا معاه، لان انتوا حاسين بالخذلان اكتر منه، من ردة فعله، من طريقته، من كلامه، دايما حاسين ان هو شخص سلبي، ان هو شخص بتاع مشاكل، شخص مش لطيف في كلامه، شخص مش لطيف في حياته. وبالفعل انتوا مقررين تمشوا، تختفوا، تبعدوا، مقررين ان انتوا تبصوا على الحياة بشكل مختلف، لان الحياة فعلا عندكم فيها تقدم وفي حسن حظ وفي نصيب مفتوح قدامكم. فخلال الفترة اللي جاية دي انتوا هتاخدوا قرار حاسم، القرار ده هتبنوا من وراء مستقبل او هيديكم الحرية. انتوا في حد متسلط عليكم، شخص نرجسي. يعني ايه نرجسي؟ يعني الشخص ده مؤذي، محطمكم، ما مخليكمش تثقوا في نفسكم ابدا، مخليكم دايما مأذيين، مخليكم دايما تعبانين، ودايما انتوا بتشيلوا هم الاخرين، بس هو بيحطمكم. ده كان سوء اختيار منكم، ولحد الان انتوا بتدفعوا ثمن سوء الاختيار اللي عندكم ده. فالندم ما بيرجعش الخسارة، فعشان كده انتوا عوضوا نفسكم بنفسكم، ابدأوا شوفوا حياتكم بشكل مختلف، ابدأوا اشتغلوا وعفروا وجادوا لتوصلوا لطريق الامان. انتوا عندكم بداية جديدة، اتحييكم على الفرحة اللي هتملى بيتكم، لان انتوا هيبقى في فرح، وانتوا خدتوا قرار ان انتوا تعيشوا لنفسكم. مفيش حد يستاهل ان انتوا تدفعوا ثمن حياتكم عليه، تضيعوا من نفسكم عليه. فعشان كده انتوا عندكم قرارات يتوجب عليكم الفترة دي تاخدوها، لان الوضع بتاعكم هيكون في قمة الازدهار والرومانسية على جميع الاصعد، والعاطفة عندكم هتبدأ تتحسن. تحياتي لكم، واتمنى لكم الخير والسعادة والهنا والرزق والتفاؤل وكل ما هو جميل. ولو عجبتكم قراءتنا النهاردة ما تتخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل.